أهلا بكم مشاهدينا ونشرة تعليمية جديدة على قناة مدرستنا 3، والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. غدا طلاب علمي رياضة يؤدون امتحان الاستاتيكا. وزير التعليم يوجه بالتعامل الفوري مع شكاوى امتحانات الثانوية العامة. التعليم أكثر من معلم لتصحيح سؤال الثانوية العامة الواحد. إنشاء وإحلال وتجديد 14,000 فصل لخفض كثافة الفصول. غدا طلاب علم رياضة يؤدون امتحان الاستاتيكا. يؤدي طلاب علم رياضة بالثانوية العامة غدا الثلاثاء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم الجيولوجيا لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات. كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية فترة ثانية. وزير التعليم يوجه بالتعامل الفوري مع شكاوى امتحانات الثانوية العامة. من جهته وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدير المديريات التعليمية بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة والتعامل الفوري مع أي شكاوى من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، وشدد على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق وتحويلهم إلى النيابة العامة، وأكد أن الوزارة تواجه أي عملية غش إلكتروني بحزم شديد، حيث ينص القانون على الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان لكل من روج ونشر صورا من امتحانات الثانوية العامة على أي وسائل التواصل الاجتماعي. التعليم أكثر من معلم لتصحيح سؤال الثانوية العامة الواحد. أكدت وزارة التربية والتعليم أن تصحيح الأسئلة المقالية في الامتحانات سيكون من خلال أكثر من معلم للسؤال الواحد لضمان نزاهة التصحيح، وأوضحت أن السؤال الواحد سيتم عرض إجابته على 2 من المصححين المتخصصين في المادة، وإذا اختلف على تقدير الدرجة التي يستحقها الطالب ستذهب إجابة السؤال إلى مصحح ثالث للفصل بينهما ومنح الدرجة، لافتة إلى أن وجود أكثر من مصحح للسؤال الواحد يضمن منح الطالب حقه كاملاً دون أي اختلاف في وجهات النظر. طلاب التربية الفكرية ببورسعيد يفوزون بمراكز عالمية. حصل الطالب محمد حمد الدايستي بالصف الأول تلمذة صناعية بمدرسة التربية الفكرية ببور فؤاد على المركزين الثاني والثالث على مستوى العالم في لعبة الجمباز بالأولمبياد الخاص والمقامة بمدينة برلين بألمانيا للعام 2023. كما حصلت الطالبة ليلى حسام شردي بالصف الأول تلمذة صناعية بمدرسة التربية الفكرية ببور سعيد على لقب أصغر لاعبة في بطولة العالم لتنس الطاولة والمقامة في فرنسا. ومعنا على الهاتف الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد. أهلا بحضرتك على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية بنهني حضرتك على تفوق طلاب بورسعيد، ثانيا ماذا يمثل لكم هذا التفوق بتلك المسابقات العالمية؟ الحقيقة هذا التفوق يمثل جهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات في مجال الاحتياجات الخاصة منذ توالي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف الهام، وبدأت وزارة التربية والتعليم في تغيير كافة التشريعات الخاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنت أسبق الإشراف على ذلك الملف. الحقيقة نتيجة طبيعية أن بعد مرور 10 سنوات يكون لنا دور كبير جدا على مستوى العالم في مجال الاحتياجات الخاصة، فهو الحقيقة زي ما قلت لحضرتك سيمثل جهد الدولة المصرية في هذا الإطار وفي هذا المجال وصدور قوانين وتشريعات نظمت العمل مع هذه الفئة. وماذا يمثل لحضرتك شخصيا بقى؟
يمثل لي شخصيا ان الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي جهدك وتعبك مع اولادك من ذوي الاحتياجات الخاصه على مدار العشر سنوات السابقه لم يضيعوا عبثا، بل بالعكس مثلوا مصر في جميع المحافل الدوليه. وطبعا كون ان هؤلاء الاولاد اللي يحصلوا على هذه المراكز يحصلوا عليها من خريجي او طلبه مدارس التربيه الفكريه في بورسعيد والتي اشرف بقياده التعليم فيها الان، فدي طبقه كبيره جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا حضراتكم تابعتم معانا المبادره الهامه اللي قمنا بيها في بورسعيد وهي بعنوان رفقاء ذوي السعاده. ويمكن الطالب محمد حمدي الضياصي كان ضيف الشرف الاساسي في هذه المبادره، وسبحان الله يعني ربنا كلف مجهودنا بالنجاح. وطبعا الاولمبياد الخاص دي حاجه معروفه على مستوى العالم ومصر بتشارك فيها سنويا في المواعيد المحدده عالميا، والحقيقه يعني فرحه كبيره جدا لينا ولاولادنا سعيد ولاهالينا، وربنا يديم الفرح علينا يا رب. يعني يا رب يا فندم. ايه هي بقى صور الدعم اللي بتقدموها للطلاب حتى يتميزوا ويصلوا لهذه المراكز المتقدمه؟ طبعا اولادنا من ذوي الهمم هم عنصر فاعل اساسا، ويمكن هم اللي بيقدموا لنا الدعم مش احنا اللي بنقدم لهم الدعم. يعني الناس فاهمه غلط الحقيقه، يعني وجود ولادنا في حياتنا هو اللي بيقدم لنا الدعم وبيدينا الطاقه الايجابيه. كذلك احنا طبعا نوع من انواع المساهمه وليس الدعم، لان ده اقل من حقوقهم بكثير. نظام الدمج التعليمي اللي بدا في مصر من 2010 وتطور بالقرار الوزاري من 52 ل 2017، واللي ولادنا النهارده اكثر من طالب بيكلمني يقول انا الحمد لله اتخرجت من الجامعه ومنهم اللي اشتغل. فالحقيقه الدوله المصريه قدمت دعم كبير جدا في هذا الملف لكل هؤلاء الطلاب، واصبح لهم وجود على الخريطه المصريه، وهذا لم يكن يحدث خلال 40 عام السابقه. ولم يحدث ان يتخرج طالب متلذذ، لم يحدث سابقا يعني ان طالب متلازمة لون او توحد يتخرج من الجامعه. فامبارح انا كنت سعيده جدا، يعني يمكن احد اطفالنا بيكلمني، يعني من الطلاب اللي قدروا يعبروا الماتش محمد الحسيني دلوقتي بيعمل في وزاره الشباب والرياضه، ده من الاطفال المعدودين على الصوابع يعني، وغيره محمد كرم وشهاب وكل الولاد اللي اتخرجوا من الجامعه. الحقيقه يعني دي حاجه تفرح، حاجه تخلينا نقول يا رب يديمهم نعمه عندنا يا رب يا فندم. دكتوره هاله عبد السلام وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه بورسعيد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. إنشاء وتجديد 14,000 فصل لخفض كثافة الفصول خلال 2023-2024. أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024 استهدفت خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14,000 فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700,000 تابلت و1,000 شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة، بالإضافة إلى إقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير أيضا البنية التحتية في 150 مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصل، منها 31 مدرسة يابانية وخمس مدارس للمتفوقين وثلاث مدارس دولية حكومية. فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج بدمياط. وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج للتعليم الفني
كفصول ملحقة بمدارس دمياط الجديدة الفندقية ورأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية، وأيضا مدرستي دمياط الثانوية الزراعية العسكرية وفرسكور الثانوية الزراعية العسكرية للعام الدراسي 2023-2024. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفتح تخصصات جديدة تخدم المجتمع المحلي. وصلنا لنهاية نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3، ألقاكم ونشرة تعليمية جديدة في أمان الله.